يوسف السالم عند حمد الحمد، ثلاث خيارات امامه، يلعب الكره الى يوسف، يوسف السالم تسديده، وفي اللحظات الاخيره كره مقطوعه الى صافره الى ضربه جزاء، هي نفس نقطه الجزاء اللي يعتقد انها كانت مفترق طرق المباراه، ضربه الجزاء اللي ضاعت على الفيصلي واللي كانت مفترق طرق في المباراه من نفس نقطه الجزاء، هذه المره جاءت ضربه الجزاء لكنها للاتفاق، جاءت للاتفاق ضربة الجزاء بعد أن عجز داريو من نفس هذه النقطة من التسجيل. شوف يوسف السالم اللي جاء من الخلف، اللي جاء من الخلف، اللي جاء اللي كان متأخرا حتى عن حمد الحمد وكذلك عن صالح يحيى الشهري، الشهري يتقدم، الشهري جول، وزيارة ثالثة للاتفاق لشباك الفيصلي، الزيارة الثالثة من الفريق الاتفاقي لشباك الفيصلي، وأعتقد أنه يرمي بالمنديل مدرب الفريق الفيصلاوي السيد زلاتكو داليتش، خلاص استسلم لواقع الأمر الآن، الهدف الثالث يهز شباكه بالمباراة بواسطة يحيى الشهري من نقطة الجزاء، وهي النقطة التي عجز عن التسجيل منها اللاعب داريو جيرتك في شوط المباراة الأول. إذن ثلاثة